السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوم رمضان الجميل. طبعا من اليوم حر شوية فتحملونا معلش، صيام وحر الحكاية ما زبطة كثير. المهم ايش معانا؟ معانا البطل العروسة هذه موديل 2017 اللاند روفر الديسكفري الجديدة. هذه خامس موديل، طبعا اليوم لسه بنتكلم على حر الصيام، والواحد بالغلط حط يده على الكبوت هنا. الخامس جيل في 25 سنة، الجيل الماضي اللي قبله الـ R4 قاعد حوالي 14 سنة، فهذا الموديل الجديد. فشكل السيارة نعموها، اعتمدوا على الإلكترونيات كثير، اعتمدوا على عندنا قاعدة صلبة من أول الدفرنسات المتطورة المحترمة الديف لوكس، الأمور هذه كلها المعقدة والمتطورة جدا موجودة. نعموا شكل السيارة، حسنوا فيها أشياء كثير، واستخدموا ألمنيوم مرة كثير لتخفيف وزن السيارة. ما زال السيارة وزنها ثقيل، لكن خليكم معنا اليوم نشرح لكم على 2017 الديسكفري. خليكم معنا. سعر البطل هذا الله يسلمكم، او البطل هذه من 286000 ل 342000 ريال تقريبيا. طبعا بديكم السعر تقريبيا حسب المواصفات وحسب الالوان وحسب الدرجات وحسب العروض، ولا هذا السعر من 286000 و الين 342000 تقريبا. طبعا المحرك الله يسلمكم، خلينا نتكلم عن المحرك، مين المستهدفين المنافسين وايش المقصود في السياره هذه. المحرك الله يسلمكم 6 سلندر 3 لتر سوبر شارج 340 حصان، والعزم 450 نيوتن متر سوبر شارج. ما شاء الله السيارة من التسارع، من يوم ما تشغل السيارة العزم المحرك جاهز معك. 8 سرعات الجير بوكس، الأبعاد 4970 2220 و 1888 طول عرض ارتفاع بالمليمتر. الوزن ما هو معلن تماما لكنه حول، يعني تأكدوا ثمنه فوق ال 2 طن. تدخل في عمق مويه لغايه 900 ملم. الجير بوكس 8 سرعات زي ما قلت عشان الساعة عمليه صرفيه البنزين شويه، ونعومه التعشيق مع 6 سلندر، فصارت السياره كانها 8 سلندر في رده فعل اداء. طبعا عندنا زر حق الاداء الرياضي، وعندنا زر الاداء المعتاد، عندنا التحكم في السياره من الداخل في جميع انواع الدفرنسات. كان في هنا في وقت اطلاق السياره في جده، فكانوا عاملين لها في حرب الدروك كانوا عاملين لها شويه استعدادات كده وشويه عوائق طبيعيه. السياره كانت جميله، ححط لكم هي الفيديو كمان عشان تشوفوا، لانه السياره دي كل قدرتها في، خلينا نقول في المنطقه دي هنا، من منطقه الحزام الوسط فما دون تحت. مين المقصود في السياره دي او مين المستهدف؟ المستهدف في السياره هذا الله يسلمكم اللي هم عائله من 7 اشخاص، لانه السياره 3 صفوف ركاب. فالمقصود العائلة دي من النوع اللي هم نشيطين حركين شوية، ما يحبوا والله انهم ما هم طول الوقت يبغوا سيارة مريحة في الطريق في الاسفلت، ولا هم كمان في نفس الوقت يبغوا سيارة حقت مناطق صعبة من الطراز الأول وتكون السيارات هذه نوعا ما عفشة أو قاسية. يبغوا بين الاثنين، جماعة حركين تلاقيهم يحبوا يطلعوا مزرعة، يروحوا يركبوا خيل، يروحوا في الرمل شوية في الصحراء كامبينج، يطلعوا تخييم حاجات زي كده. في نفس الوقت جماعة دي العائلة متطلبة، تبغى النعومة والراحة وتبغى التطور بدون القساوة حقت السيارات الدفع الرباعي من الطراز الأول. السيارة هذه السبع أشخاص بتوفر لكم الكلام هذا مع باقي أمور الدلع والفخامة البريطانية المعتادة من اسم زي لاند روفر رينج روفر. فالسيارة دي كأنها رينج روفر على لاند روفر. ما أنكر شوية يمكن وحشني الشكل القديم شويه، كان عفش كده مربع فكان بدي الصلابه يعني قوي. هنا ده نوع ما سارت دلوعه يعني فيها انوثه شويه عن اول، بس صدقوني مع جيت في كم منطقه في عوائق معينه اضغط على الزر ارفع السياره الهيدروليك اختار بس وضعيه الرمله وضعيه يعني الوعوره او العوائق اللي قدامي، ما شاء الله بتقوم بالواجب يعني، ولا كاني بسوي شيء في منتهى الجمال. يعني كنت خايف شويه انه السياره تحك من هنا من هناك ولا شيء، ما خسرت اي شيء من خصائصها. السياره الله يسلمكم كمان من ضمن الاشياء الدالع اللي فيها، فيها 9 مخارج يو اس بي، 6 مخارج 120 فولت وواي فاي 3G، لغايه 8 اجهزه داخل السياره كلها تشتغل بحيث انك يعني محط بيتك متنقل بمنتهى النعومه في المناطق الوعره. فيها كل المواصفات الفخامه الثانيه اللي انت محتاجها حقت مناطق وعره، يعني بتاديك صدقا امانه، دخلت في مناطق وعره كثير السياره ناعمه، انعم بكثير مما توقعت.
من منافسين السيارة دي؟ عندنا الله يسلمكم الفولفو الاكس سي 90، عندنا المرسيدس الجي ال اي، وعندنا الاودي كيو 7، فهذه كلها داخلة معهم في الفئة هذه بتنافسهم مع اسم قوي جدا هنا عريق جدا من شركة لاند روفر. يعني كان اللي شفنا الاسم الديفندر قديم او الرينج روفر الفئة الاعلى، ففيها بصراحة اشياء جدا جميلة. الصف الثالث يتم التحكم فيه بالكامل بالكهرباء. في الله يسلمكم بعض الاسواق موجود عندهم زي سوار ذكي، بحيث انك من يوم تحط مثلا رايح البحر نازل تبغى تسبح، فتحط تليفونك اشياء كلها جوا السياره بما في مفاتيح السياره، وبس مع السوار تحط يدك هنا خلاص تقفل السياره بالكامل. السوار نشيط، تنزل مع مقاوم للطقس، تنزل في مويه في رمل في اي مكان بدون ما تخاف انك السياره اتقفلت او انه لا سمح الله المفاتيح تضيع او احد يسرق منك شيء. وكمان يجي عليها اب تطبيق تتحكم في الكراسي او في بعض الموديلات، حتى كمان عندهم في شركه لاند روفر رينج روفر تخلي السياره تطلع مثلا اذا منطقه وعره وانت لوحدك ممكن تطلع من السياره وبالاب تخلي السياره تمشي معك تطلع تتجاوز العوائق حقتها. طبعا كل سوق والمواصفات بتكون مفروضه نوعا ما، احيانا في اسواق عندها اشياء ما هي موجوده في اسواق ثانيه، لكن ما ينفي او ما يقلل من قيمه عبقريه الشركه في الموديلات اللي حاطينها في السعر حقها. عندنا الله يسلمكم الشنطه لما تفتح ما شاء الله شنطه وسيعه، عندنا 3 صفوف ركاب تطبق كلها بالكهرباء يتم التحكم فيها، وهذا عاملين الله يسلمكم لو واحد قاعد مثلا في البر حابب يشرب له شاهي قهوه، هذا المسند يتحمل لغايه وزن 300 كيلو جرام كوزن. ممكن واحد قاعد والله في منطقه مرتفعه قدامه بحيره خضار جنينه مزرعه حابب يقعد يتفرج يستمتع بالجو ويقعد بمنتهى البساطه يستمتع فيها هنا. وزي ما قلت عندنا تحكم بالكهرباء بالازارير كل شيء عندنا ما شاء الله تبارك الله. مقاس الجنوط والكفرات يعني محترم جدا، 285 على 40 ار 22، كفرات عريضه والجنوط كبيره مقاس 22. الان الله يسلمكم فتحت الباب لاحظين انها عريضه عشان واحد يسهل الدخول لو حجمه كبير او شايل معاه اغراض يصير سهل جدا دخولها. في عندنا هنا ازارير تحكم في الكراسي كمان هنا موجوده على جنب الباب، وكمان عشان اكرمكم الله حاطين العتبه عليه بحيث الواحد اول ما يرفع رجله لو طين تراب اي شيء ممكن يمسح رجله قبل ما يدخل الوسخ معه جوا السياره. اوكي الان هذه وضعيه الجلوس. عندنا فتحات تكييف 4 قدام، عندنا هنا 2 جانبيه تحكم في التكييف خلفي منفصل. الكرسي مريح، التحكم فيه هنا كمان ممكن ايش عشان اذا احد بيقعد ورا من هنا التحكم في الكرسي يتحكم لقدام لورا، والظهر يتحكم بالكهرباء. على قد ما انه الكراسي خلينا نقول حلوه مخرمه تكييف ممتاز مريح الكراسي، لكن وضعية الجلوس شوية لو تلاحظوا هنا شوفوا كيف رجولي مرتفعة، فمسافات بعيدة حتلاقوا يمكن رجلي شوية نوعا ما في يمكن اخذ السبورت الكافي المريح لها على سفريات طويلة. يمكن هنا شوية نوعا ما يمكن على السفريات الطويلة يمكن رجولي ما تكون قاعدة مستريحة كثير، لكن وضعية الكرسي حلوة. يا ريت شوية كان مرتفع سنة لفوق كان اعتقد حيكون افضل. هذا اخر شيء وضعية الخلف. طبعا كل الكراسي مجهزة بالايزوفيكس اللي هو عشان كراسي الاطفال عشان السلامة حقتهم. نسوي كده وعلى طول ندخل الكرسي الصف الثالث في الكرسي الخلف اللي قاعدين. الكرسي هذا في الصف الثالث على قد ما حجم السيارة قد يبان انه صغير من برا، لكنه فعلا على قد الاشخاص الكبار، ما حقدر اقول مريح لكنه لا بأس فيه على حجم السيارة، يعني بيعطيكم حجم داخلي مرتب كأنه حق سيارات اكبر منها فعلا حجما، لكنه لا بأس فيه ابدا. الآن سلمكم وضعية الجلوس في السيارة فعلا حلوة، عندنا فتحة سقف هنا أمامية وخلفية للي حابين، في فئات ثانية تجي فيها انترتينمنت سيستم تجي من ورا كمان أجهزة ترفيهية، كل شيء عندنا هنا باللمس، كمية الأدراج السرية والمخفية مهولة، راحة الجلوس وضعيتها ممتازة. خليني أقول في تحت هنا في بلاستيك شوية رخيص، لكن إذا ابتدينا نطالع من هنا لفوق يعني حتى لا في يعني في اهتمام أكثر من هنا. خليني أقول من الطبلون المنطقة دي فما فوق أختها الرينج روفر، تحت هنا شوية اللاند روفر القديمة. التشغيل عندنا أسلمكم بزر طبعا عشان اعذروني الدنيا مو بس حر. يعني ما بدي أحكيكم بعصيهم شاهد. طيب الآن عندنا عندنا كل شيء زي ما قلت، الأزارير هنا التحكم، عندنا اللي عاجبني اللي اسميها انا الادراج السحريه، كمان عندنا شويه ادراج سحريه لا باس فيها ابدا. مثال عندنا هنا هذا الدرج اهو يتفتح، وفي عندنا هنا تتحط اي شيء حابب تحطه داخل السياره تخفيه. عندنا كمان الله يسلمكم هنا كمان درج ثاني، عندنا درج ثاني، درج هنا وثلاجه
في ثلاجة تبريد هنا تحت الأسفل موجودة. عندنا هنا كان الله يسلمكم شوية، عندنا هنا هذه درج، وكمان يتحرك في درج سري تحت موجود للي حابب. عندنا درج هنا في كل مكان، عندنا أدراج في السيارة صدقا طول ما أنت ماشي، أدراج تحت هنا هناك في كل مكان، في كمية أدراج لا بأس فيها. تطريزة الألمنيوم حلوة، معناه أول ما شفتها ما أنكر حسبتها زي النايلون مع الحر لاصق في الألمنيوم، فجيت أبغى أشوفه كده اتضح إنه هو متقشر، يعني هو مطرز كده ألمنيوم بالشكل الرياضي، معناه حسبته مع الحر حقنا المطاط لصق فوقه فأدانا بالشكل ده. عندنا هنا كمان هذه درج، كمان درج هنا موجود، حوريكم الأدراج هذه كلها. ففعلا بصراحة أخذوا وقتهم في التفكير داخل السيارة ايش اللي يسووه في الكراسي، طبعا عندنا تسخين وتبريد الكراسي، عندنا كل الأمور اللي تخليك قاعد مستريح، عندنا نافيجيشن، الانفوتينمنت، التليفون الشبك، كاميرات 360 درجة، يعني ما شاء الله نيمت اللي تبغاه. حتى عملية الله يسلمكم عملية لو حتطلع البر، عندنا في الشاشة تبتدي تديك شوية علامات معينة تعرف إن زاوية الطلوع النزول، الأمور هذه كلها كاملة موجودة في السيارة. اللي استغربته إنه ما في هيد أب ديسبلاي، ناقص عندنا هنا، وللأسف بعض الأسواق في منطقة الشرق الأوسط تكون مهملة شوية في بعض التطويرات الممتازة اللي معتمدة على التكنولوجي زي الآب التطبيقات، هذه تكون للأسف ما موجودة عندنا. هذا درج، هذا درج ثاني أهو. عندنا هنا ثلاجة، نرفع هذا المسند اليد نحرك الدرج هذا، وعندنا ثلاجة هنا تحت كمان لتبريد المشروبات الموية أي شيء. هذا الله يسلمكم الكاميرات الخلفية 360 درجة من جانبية، كاميرات أمامية، هذا خلفية عندنا هنا، هذه أمامية، هذه جانبية، صار عندنا أمامية خلفية أمامية وجانبية من طرفين من جانبين. عزل الصوت 58.9، واضح إنه مشغل على السيارة، يعني عاملين شغل فيها كويس. 58.9 ديسيبل، هذا نسبة الإزعاج داخل السيارة. أمرك بسم الله. الله يسلمكم السيارة تجربها، السيارة جميلة فعلا، ما في شك ابدا في قدراتها البرية العسكرية، كمية الزرار اللي هنا اوتوماتيك. السيارة ايام زمان الله يرحمه، ايام زمان كان واحد يجي سيارات امريكية لما يجي يجرب يقفل الديف لوك كان ينزل لقدام للكفر على الهوب ويحرك حاجة زر صباع كده عشان يتقفل الهوبات، فيصير السيارة تمسك تدي تماسك افضل. اتقدمت تطورت التكنولوجيا مع مر الزمان، الان كل شيء بلمسة الكترونية، وحتى كمان صارت تحكم في شيء منه الكتروني وفي شيء ميكانيكي، لكن في كل الاحوال يعني صارت الالكترونيات هي الغالبة ولتسهيل حياة الناس، وصارت السيارة ذكية جدا لدرجة اللي ما عنده خبرة في البر وفي الرمل وفي الطين صارت هذه بتأدي الغرض وزيادة. الان طبعا هذه الفئه اللي في يدي انا ما بقول ما في هيد اب ديسبلاي، امور معينه قد تكون موجوده في سيارات ثانيه. حكايه هناك انا ممكن احط رجلي تحت الباب الشنطه الخلفيه تتفتح بالكهرباء، ما هي فيه، قد تكون متوفره في فئات ثانيه، قد ما تكون متوفره السياره دي، بس انا بحكم على السياره اللي في يدي. للاسف يعني يمكن انا اخر من ضمن اخر الصحفيين يجربوا السياره دي، لانه كثير صحفيين ثانيين تم دعوتهم قبل 9 أشهر على تجربه السياره هذه، ما كان لنا حظ. لكن الان الحمد لله اتسهلت السياره وقدرنا نجربها. فبعض الملاحظات لو قلتها متوفره فئات اعلى، يعني شوفوا لنا العذر ان السياره اللي في يدي حسب اللي في يدي هذا اللي فيها الان. الان انا في نقطه يمكن اثارت انتباهي، السياره على قد ما انه في اهتمام وتطوير ملحوظ وتحسين جبار، في نقطه شويه كده برضو يعني اكله في نفسي شويه.
الموديل القديم كان اي نعم شكله مربع عفي شويه ما كان بالفخامه دي ولا بالنعومه هذه، لكن كان السعر من 165 185 220 زي ما يقولوا. هذه زادت تقريبا يعني زادت لها والله مبلغ يعني زادت اقل نوع اذا اخذناها اقل ذكرنا بس مقارنه عامه كان زادت 100000 ريال لان صارت تبتدي من 286000 ل 342000 ففي فرق ملحوظ جدا في السعر فما اعرف ليه. لكن الان اللي كان يبغى حجم اودي كيو 7 او فولفو اكس سي 90 وبيطلع بر فانا افضل السياره هذه عن الثانيين. الان الحجم الاكبر الاوسع فبنتكلم على المرسيدس جي ال اس وبنتكلم على الامريكي عندنا الكاديلاك الاسكاليد واللينكن نافيجيتور. ان كان تكلمنا على الياباني كوسع كبير فالانفينيتي كيو اكس 80 ما شاء الله تبارك الله برضو بارجه حربيه فكلنا بنتكلم هذه. اللاند كروزر او الليكزس تيجي نوعا ما ملمومه اكثر او مضغوطه اكثر، الثانيين لا ما شاء الله تحس انه في 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 مسافه يعني ما شاء الله ممكن يطلعوا لك صك ملكيه عليها لان عامله زي الارض من كبرى ما هي صغيره. فهذه من ضمن الملاحظات البسيطه على السياره، لكن بشكل عام صدقا امانه سياره رائعه يعني بدي اقول في ما في اي ملاحظه عليها. وبعدين الالكترونيات في كل شيء، الكمبيوتر مشبوك معك، التليفون مشبوك معك، الفرامل كل شيء موجود، اللمبات ال اي دي زي ما قلت لكم، المخارج اليو اس بي، مخارج ال 12 فولت، كل شيء ما شاء الله متوفر عندك، الواي فاي. ففعلا جميله السياره. الان طبعا ما شاء الله السياره لما يقول مريحه فهي مريحه، ناعمه ناعمه، عزل الصوت بصراحه احسن بكثير من السابق. عندنا هنا السحر كله يجي في المنطقه دي هنا. هنا عندنا الله يسلمكم السياره هي اوتوماتيك عارفه شغلها. هنا عندنا اللو جيرز اللي هي حقت النمر الثقيله عشان التغريز. هنا الاوتو هيل ديسند لما النزول من مرتفعات عشان السياره مع الفرامل مع الجير بوكس بالماكينه هم يفرمل واحدا فالواحد لا سمح الله لو غلطت فرامل معينه ممكن تنقلب السياره على وجهها. هنا لا، عندنا هنا فصل جهاز التحكم في التماسك، وعندنا هنا حق رفع السياره وتخفيضها، عندنا جهاز التوفير في البنزين في الاشارات لما نقفل، وعندنا هنا وضعية هذا الجميل جدا هذا البطل هنا. هنا تختار صخور، مناطق صحراوية، فيها اشجار وخضار وطين، في عندنا ثلج، في عندنا الاسفلت، في عندنا الاوتو. فهذه هي هنا بأدنى غرضنا. عموما حبينا طبعا كل وضعية نختارها بتبان معنا في العداد حق السيارة. هنا سلكت بروجرام اهو، هنا زي ما احنا شايفين كده الوضعية حقتها تختارها معنا السيارة، المد، ساند، رملة، وعندنا هنا اللي هو روك رول اللي هو هنا عملية الزحف، وهنا كمان مع الزحف بتبين لنا الله يسلمكم عملية ال مع الزحف هنا تبين لنا عملية ال الميلان والبوصلة وتبين لنا قديش لأي درجة السيارة مايلة لقدام ولورا هذه الزاوية حقتها، وعندنا هنا هي الله يسلمكم حتى شبكنا هنا اللو جيرز موجودة معنا في السيارة بالكامل، موجودة كل التفاصيل كاملة. ختاما عيد من جديد تمام. ختاما بس حابب اقول شكرا لمتابعتكم، وان شاء الله كده التجربة دي تكون ناسبتكم ولتجارب ثانية كثير. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم يا رب. شكرا لكم.